السيدات والسادة، دعونا نرحب معا بالسيدة ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقا، والتي ستستهل معنا الملتقى بكلمة افتتاحية. Your Excellency, Mr. Mustafa Madbouly. مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية. معالي الوزير محمد معيط دكتور وزير المالية. معالي وزيرة التعاون الدولي. معالي السيد سينك رئيس المفوضية الخامسة لمؤسسة النمو الاقتصادي في الهند، السادة الضيوف، السادة الوزراء، السادة الزملاء، صباح الخير. بالنيابة عن بنك التنمية الجديد، فإنني أود أن أقوم بترحيبي بحضراتكم جميعا. I would like to express my deep appreciation to the government. عن شكري واعتزازي لحكومة جمهورية مصر العربية لمشاركتها في تنظيم هذا المؤتمر كمؤتمر أول في مصر، فإن هذه الفعالية تمثل خطوة باتجاه الآفاق الجديدة في التعاون فيما بيننا. دعوني أقول بعض الاعتبارات المبدئية حول الاقتصاد العالمي ونمو الجنوب العالمي. إن الهشاشة التي يواجهها العالم بتعدد المشاكل التي تواجهها الاقتصاديات والتي يسمون عليها روبو نورت هي مكون للحلول للتحديات الاقتصادية والأثر التي تواجهه البشرية، بالإضافة إلى في الاقتصاد والتغيرات المناخية والفقر. وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان خروج مراكز جديدة حيث تقدم قدرة اقتصادية وموجة لل التنمية الاقتصادية والصناعة وتحارب الفقر والتغيرات المناخية. إن الاقتصاد بمراكز تنمو سوف تواجه الصدمات العالمية وتقلل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما أنها تعزز تجارة واستثمارا أكثر مساواة إذا كانت الدول لديها القدرة للوصول إليها والتركيز على الدول البريكس، فإنها تستطيع أن تقوم بتقديم أساس قوي لفهم الآثار ومضاعفة القدرة. عندما تم تشكيلها في 97 كانت تمثل 62% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولكن قوة الشرائية فإن دول البريكس الآن تعد 31.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و 30.7 بالنسبة لمجموعة السبعة، وهذا سوف يستمر في النمو طبقا استطلاعات البنك الدولي العالمي، صندوق النقد العالمي، صندوق النقد الدولي، وتعد حوالي 37% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، في حين أن جي 7 ومجموعة السبعة سوف تنخفض إلى 27% في المتوسط. إن آلية العولمة هي أيضا نسق آخر علينا مراعاته. فالاستقرار مشاركة مع الاقتصاديات واقتصاد الصين، فإن هذه الآلية قد منحت تصاعدا
مما أنتج الكثير من الخلل في الاقتصاديات والأقاليم التي نطلق عليها الجنوب العالمي. والتعزيز من خلال زيادة التجارة والتمويل العالمي ما بين الدول النامية في أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا وأمريكا اللاتينية، والنتائج تعزيز ومضاعفة رؤوس الأموال مما يفتح الطريق أمامها لمضاعفة التجارة والتمويل في أنظمتها. وفي نفس الوقت فإن أسواق النامية كانت هي المحركات من وراء النمو الاقتصادي والتنمية، ومشاركتها في التجارة العالمية تزايدت من 37% في 2016 لتصل إلى 41% في 2022، بالرغم من أن الدول المتقدمة قد انخفضت دخولها ومشاركتها في التجارة العالمية، فانخفضت من 62% في 2016 إلى 58% في 2022. والأكثر من ذلك طبقا لورقة أصدرها البنك الدولي، فإن سلاسل الإمداد بسبب الأزمات والسياسات فإن التجارة وصلت إلى ذروتها في 2022 بعد سنوات من النمو البطيء. وقامت الولايات المتحدة في 2022 باستيراد حوالي 40% من وارداتها من الخارج، لذا فإنه لم يكن هناك أي أثر أساسي، في حين أن التجارة العالمية فإن الولايات المتحدة والعلاقات مع بينها وبين الصين متوترة، فإن حصة الصين انخفضت من 21.6% إلى 16.6% ما بين 2017 وما بين 2022، بالعودة مرة أخرى إلى 11% في 2007 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية. إذن فإن التقرير يجد أن هناك انخفاض في الصادرات من الصين، ولكنها بدأت تدخل في دول أخرى. والأكثر أهمية فإن الاقتصاديات النامية والمراكز الإقليمية الجديدة حيث يكون المستفيدون من هذه المسألة موجودون. الخلاصة هو أن هناك دليل قوي من خلال الأرقام التي تقترح أن الولايات المتحدة وصادراتها بعيدا من الصين ربما لم تقلل اعتمادها على الصين بقدر أنها قامت بالنسبة للأرقام، لأن الدول بدأت في العمل مع الصين وقد شاركت في هذا النمو في صادراتها للولايات المتحدة، وقد تم توقع ذلك. فإن الصين هي أكبر وأكثر تنوعا في عمليات إنتاجها. التقرير يحدد أيضا أن الصين زائد واحد هو النسق الجديد، وهذا مثل المبادرات المختلفة التي قامت بها بعض المؤسسات المالية مثل NDB أو بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الجديد وبنك الإسلامي وأجيا إنترناشنال إنفستمنت التي تدعم هذه التغييرات في الخدمات والاستثمارات. والنتائج هي تغيرات في سلاسل الإمداد والإمداد مما يمهد الطريق لوجود تعدد في الأعمال، وأيضا التطورات التكنولوجية والبحث في من دول أخرى مثل الصين والهند قد ساهمت في ذلك، بالإضافة إلى الكثير من البرامج في المراكز الإقليمية على سبيل المثال رؤية مصر 2030، فقد ساعدت في ابتكار التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة من
مشاريع الاستدامة التنمية المستدامة إلى الصناعة. إذن فإن التقدم التكنولوجي هو عنصر آخر هام مما يأخذ العالم إلى تعدد الأطراف والتواصل والنقل والذكاء الاصطناعي كانت جعلت العالم أكثر فعالية وأكثر إنتاجية وأكثر ترابطا عن ما كان في سابقه، وهذا ما يسمح لدول الجنوب بقدرات تكنولوجية أن تتنافس وأن تتعاون على مساحات كبيرة وأن تستمر في الذهاب إلى دول جديدة في الجنوب، فإن هذا سوف يجعلها مركزا قوة ويحدد أو يتيح زيادة عدد الدول المشاركة. التعقيد الموجود في العالم مثل الفقر وتقليل نسب الفقر والتغيرات المناخية تتطلب منا منهجية قوية للعمل عليها، ولا يستطيع دولة بحاب وحدها مواجهة هذه التحديات، فتعاوننا هام من أجل تطبيق الحلول التي تفيد الإنسانية بأسرها. إن هذه المنهجية المجمعة ما بيننا سوف تمكن الدول لمشاركة في حل المشكلات التي نواجهها، وهذا سيظل تحديا والطريق وعرا، ولكننا سوف نستمر في العمل والمشاركة منذ الحرب العالمية الثانية، ونحن نعمل من أجل الوصول إلى ذلك لتقدم الوضع الاقتصادي في دول الجنوب باتجاه التنمية. إن كلمة مالي أو إن العالم من الناحية المالية أدى إلى واقع أن المنظومة العالمية تعتمد على العملة الموحدة طبقا لاهتمامات تلك الدول التي قامت بصكها، والمشكلة الرئيسية التي بذغت هو بسبب ذلك في تلك الدول المتطورة التي تأثرت من ارتفاع نسبة النسب قد أثرت على الدول في الجنوب. في واقع الأمر فإن تلك الدول أيضا أصدرت رسوما جديدة، فقد قاموا بزيادة في واقع الأمر فإن الأمم المتحدة وتقريرها الذي صدر أن ثلث كل الدول النامية في ثلثي الدول الفقيرة لديها دين نسبة دين مرتفعة بسبب هندسة الوضع المالي الحالي، وعلينا أن نعرف أننا لدينا القدرة أن نقوم بتقييم، فإننا ندفع نسبة أكبر كثير من الدول المتطورة بما في ذلك دول أفريقيا التي تقوم باقتراض بأسعار أعلى بأربع أضعاف من الدول الأخرى، وفي بعض الأحيان ثمان أضعاف ألمانيا على سبيل المثال، وهذا ما يجعل المسألة صعبة لكي يقوموا باستثمارات أكبر، وكعائد من ذلك فإنها تقلل من قدرتهم على الاستدامة والتنمية والنمو. ومن الضروري أن نقوم برأب هذا الصدع والاستجابة لمساحتهم المالية واعتماديتهم التي تقوم بها الدول المتقدمة، قد قدمت سيولة كبيرة لكي يقوموا بإغراق اقتصادياتها، والمصادر المالية المتاحة الجنوب أصبحت قليلة وتتركز في الأسواق البادغة، لذا فقد خلقت عدم توازن في وجود المنظومة المالية الحالية. ولهذا فإن البنك التعاون
بنك التنمية الجديد قد قدم خطوطا جديدة ما بين البنوك المركزية. باختصار فإن هذه المنظومة فإن الدول المتقدمة لديها الكثير من الإشكاليات، لذا فإن المشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال منظومة متعددة الأطراف تتيح القدرة للتقدم لتلك الدول. وهذا النظام سوف تم توضيحه من قبل وجود أو وصولنا إلى عولمة أكثر عدالة وحل هذه المشاكل التي لا يمكن أن نقوم بتناولها إلا من خلال البناء المشترك والتعاون الدولي. نحن نحتاج إلى بدائل للمنظومة أو للنظام العالمي الحالي الذي يفرق ما بين الشمال والجنوب ويعمق الصراع. لذا فإن الدول فإن البنك التنمية الجديد ولد في 2014 من رحم التزام لمبادئ الاحترام المشترك والتعاون من أجل التنمية، ومهمته هو حشد الموارد للبنية التحتية والمشاريع التنمية في الدول الأعضاء. ومصر دخلت بين في بريكس لتتماشى مع مهمتنا، إن مصر هي معبر قارتين وهي موجودة في مكان يمكنها أن تلعب في نظام عالمي جديد. إن مصر من بين الدول الأولى التي قامت بالانضمام بالبريكس ومن بين أول الدول في NDB في وعضويتنا كدولة. نحن ندعمها بكل ما أوتينا. إن مصر أيضا تلعب دورا هاما في الاقتصاد العالمي، فإن موقعها الاستراتيجي في على بوابة أفريقيا بالإضافة إلى قناة السويس تتيح ميزة للتجارة. ومصر أيضا إحدى الدول الأكثر صناعية في أفريقيا والسابعة من ناحية التعداد السكاني، والتي تتسم بقوة قدراتها ومهارة عمالها، وسوف تستمر في الاستفادة من خلال الميزة الجغرافية التي حظيت بها. إن مصر وتعاونها مع دول البريكس وهي فعالة لتكتلات التجارة، فإن دول البريكس تمثل 7.5%، مصر 2.81% في 2023 من ناحية إجمالي التجارة الصادرات، فإن البرازيل والصين هي ما بين الشركاء 20 الأكبر. وبتوسعات قناة السويس وإنشاء المنطقة الحرة في السويس، فإننا نلحظ توزيعا وتنوعا في صناعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالأمس مع نائب رئيس NDB كنا قادرين على زيارة بعض المباني الخضراء الجديدة والمدن الجديدة. في هذا الصدد كنا قادرين على رؤية كيفية أن الحكومة المصرية تقوم ببناء عاصمة إدارية جديدة تبين على قدرتها في التقدم والتطور والسياسات. فإن رؤية مصر على صعيد السياسات فإن رؤية مصر 2030 لديها استراتيجية شاملة، وهي خطوة باتجاه التنمية الشاملة وتحويل الدولة إلى اقتصاد شامل قادر على المنافسة. ومصر تقوم ببناء الكثير من تقوم ببناء منظومة اقتصادية متنوعة بمشاركة والعدالة والحفاظ على المصادر والموارد التي حظيت بها مصر. إن البنك ملتزم بمساعدة مصر بخبرتنا في المشاريع
المشاريع التنموية مثل البنية التحتية والطاقة. نحن نؤمن أن هذه الشراكة سوف تدعم الدولة للوصول إلى التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل لكل المصريين. إذن فإن هذا الملتقى يعد فرصة لكل الدول أن تتعلم من مصر حول ما أحرزته مصر والإلهام للتعاون. إنني أيضا يسعدني أن مساء اليوم زميلي مساعد الرئيس فلاديمير سوف يتحدث أكثر عن البنك وتقديم رؤية شاملة للاستراتيجية والأعمال التي يقوم بها البنك. اسمحوا لي رجاء أن أقدم لكم بعض النقاط الخاصة بالبنك التنمية الجديد. إننا لدينا رؤية للدول في الجنوب في سعيها باتجاه التنمية، والفلسفة تعني أن البنك لا يقوم بفرض أي نوع من الشروط من أجل عمله، وأنه يعمل بشكل غير مشروط. نحن نستهدف معايير مرتفعة، وواضعين أمام أعيننا الأنظمة الخاصة بكل دولة. نحن نتبع قدر الإمكان التشريعات الخاصة بكل الدول والإجراءات من خلال العمل. فإن موقعنا من الدول الأعضاء والتمويل هام، ومن المهم أن نقوم باحترام حق كل دولة في وضع استراتيجياتها، وأن يتم كتابتها داخل الحمض النووي داخل كل بنك لنا داخل بنكنا من خلال الاهتمامات الخاصة بكل الدول. إن أولوياتنا هي أولويات أعضائنا، ومنذ بداية عملنا في 2015 فإن الNDP لديها مشاريع في أكثر من 35 بليون دولار أمريكي. حوالي 19 بليون دولار أمريكي قد تم توزيعها أو إنفاقها، وسوف نستمر في ذلك وفي زيادة حصة القروض بالعملة المحلية والتوسع مع الأعضاء الجدد بما في ذلك مصر وبنغلاديش. وعلى ناحية التمويل فإن البنك سوف يستمر في العمل في رؤوس الأموال، وهو أيضا يقوم بالصرف طبقا لاحتياجات السوق مثل السندات الخضراء على سبيل المثال، ومشاركة باتجاه الأهداف المشتركة والشراكات من الناحية الاستراتيجية للعمل طبقا لما تحتاج إليه مصر. إننا هنا اليوم لكي يكون هناك فهما متعمقا ما بين البنك وما بين مصر، ونتماشى مع التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة كما تم النص على ذلك في أوراقنا، وأن ننظر إلى النواحي الخاصة بنقل الطاقة والانتقالات والمياه والبنية التحتية الرقمية. وفي الختام فإن البنك يشرف أن يقوم بمشاركة مصر التي قامت بوضع رؤيتها رئاسة الجمهورية تماشيا مع مهامنا، كما أننا ملتزمون بالمشاريع التي تتماشى مع أهداف مصر بما فيها شبكات النقل وقطاع الطاقة. من خلال المبادرات الجديدة سويا نستطيع أن نقوم ببناء مستقبل أكثر شمولية. إنني أتمنى لكم سيمينارا مفيدا للجميع. شكرا.